اوكي ناو ليتس كونتينيو. الان يا شباب دعونا نكمل موضوعنا عن مواضيع البرنترز والسكانرز ولا اوكي ناو وات از ذا ماك ادرس. الان ما هو عنوان الماك؟ اوكي ناو النتورك ادابترز بوث وايرد اند وايرلس هاف ا يونيك هاردوير ادريسز كودد انتو ذير فريم فيرموير. الان يوجد لكل كرت شبكه, طبعا هاي كروت الشبكه والتي تستهي, طبعا كروت الشبكه تستخدم لربط جهاز الحاسوب مع مين, مع الشبكه. اذا يوجد لكل كرت شبكه سواء كان سلكي او لا سلكي, سواء كان سلكي او لا سلكي اوكي, عنوان خاص به وهو عنوان فريد ولا يتكرر بين اي كرتين شبكه بالمره, ويكون مثبت على الكرت اوكي, ويكون مثبت على الكرت على الكرت في برامجها الثابتة اللي هو الفريمور. أوكي. الآن the hardware address is known as the MAC address. يعرف عنوان كرت الشبكة بأنه عبارة عن عنوان الماك. أوكي. Now you can see the MAC address on the label on the side of the adapter. الآن يمكننا معرفة عنوان الماك على ملصق على أحد جانبي الكرت. بإمكانك نعرف شو هذا الماك ادرس. اوكي اور يو كان فيو ات افتر ذا ادابتر از انستولد وذ ان او اس يوتيليتي سوتش از ويندوز اي بي كونفيج دوت اكس اي كوماند. الان او يمكننا عرض الماك ادرس او معرفه الماك ادرس لكن بعد تثبيت الكرت على الحاسوب وباستخدام اداه نظام احد ادوات نظام التشغيل, فمثلا مثل امر اي بي كونفيج دوت اي اكس اي الموجود في نظام التشغيل ويندوز. اوكي فعند تشغيل هذا الكوماند او عند تنفيذ هذا الكوماند بامكاننا معرفه الماك ادرس لكرت الشبكه او كرت النتورك. اوكي ناو وات از ذا اي بي ادرس. الان يا شباب ما هو عنوان الاي بي؟ الاي بي ادرس اللي هو او الانترنت بروتوكول ادرس اللي هو الاي بي ادرس is a numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for communication. عنوان البروتوكول الانترنت اللي هو عبارة عن الاي بي هو عبارة عن تسمية رقمية مخصصة لكل جهاز متصل بشبكة الكمبيوتر. اوكي كل جهاز اذا متصل بشبكة الكمبيوتر راح يحصل على اي بي ادرس. اوكي راح يحصل على اي بي ادرس, وهاي طبعا النتورك تستخدم الانترنت بروتوكول او بروتوكول الانترنت لاجراء عمليه الاتصال. اوكي الان لما انت تشبك الجهاز تبعك على الكمبيوتر تاعك على الانترنت على سبيل المثال, اوكي فعليا انت جهازك بحصل على ايش؟ على اي بي ادرس. اوكي ناو ان اي بي ادرس سيرفز تو برينسيبل فانكشنز host or network interface identification and location addressing. الآن فعلياً يؤدي عنوان الـ IP وظيفتين رئيسيتين, وهي تعريف واجهة الـ host المضيف وتعريف واجهة الـ network. أوكي ويعني وايضا وايش وعنوان ايضا الموقع النتورك او وموقع الهوست. اوكي ناو ذير ار تو تايبس اوف ذا اي بي ادرس. في عندنا نوعين من الاي بي ادرس. ناو ذا فيرست وان از اي بي فيرجن 4. اول نوع هو عباره عن الاي بي فيرجن 4. اوكي خلينا نحكي عن هذا النوع. اوكي ناو ان اي بي ادرس Version 4 has a size of 32 bit, which limits the address space to this number, اللي هو 2 to the power 32 address. إذن عدد العناوين فعلياً, أوكي, بالاي بي address version 4 هو عبارة عن هذا الرقم اللي بيمثل 2 قوة 32 address. أوكي, وبالتالي عدد الادريسيز اللي مسموح فيها هي 2 قوة 32. السبب إنه هذا الاي بي version 4 حجمه أو طوله عبارة عن 32 بت, وبالتالي عدد الأجهزة بالتالي راح يكون محدود لحديد 2 قوة 32 أدرس اللي بيمثل لي هذا الرقم. أوكي
Of this number, some addresses are reserved for special purposes, such as private networks and multitask addresses. الآن بعض العناوين ضمن هذا ضمن بعض العناوين اوكي محجوزه للاستخدام الخاص، مثلا زي عناوين الشبكات الخاصه وعناوين الارسال المتعدد. اوكي، وبالتالي يعني جزء من هذول العناوين بالاي بي فيرجن 4. اوكي، الان اي بي ادريس فيرجن 4 ادريسز ار يوجوالي ريبريزنتد ان دوت ديسيمال نوتيشن. اوكي، لايك ذس dotted decimal notation consisting of four decimal numbers each ranging from 0 to 255 separated by dots. Okay, for example 172.16.254.1. okay, الان يا شباب عادة يتم تمثيل او يتم تمثيل العناوين بالاي بي ادرس فيرجن 4 اللي هو عباره عن الارقام العشريه اللي بيفصلها دوت. اوكي، وتتكون من ايش؟ اربع ارقام عشريه، هذا الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. اوكي، وبيناتن دوت، بيناتن نقطه. اوكي، الان كل رقم عشري الرينج تبعه من 0 ل 255، يعني هذا بتراوح من 0 ل 255، 0 ل 255، 0 ل 255، 0 ل 255. اوكي، فالان زي ما قلنا الاي بي فيرجن 4 ادريس ان دوت ديسيمال نوتيشن يعني يمثل بهذا التمثيل اللي هو عباره عن اربع ارقام عشريه بينات دوت، كل رقم عشري عبارة عن 8 بت وبالتالي بتراوح بين 0 ل 255، الرقم الثاني برضه من 0 ل 255، الرقم الثالث عبارة عن 1 بايت برضه 0 ل 255، والرقم الثالث بايت 1 بايت بتراوح الرينج تبعه من 0 ل 255، إذا بيطلع كله ايش؟ عبارة عن 4 بايت. اوكي، سعة أو فعليا 4 بايت، وبالتالي يمثل الاي بي فيرجن 4 ب 4 بايت او ب 32 بتس. اوكي، الان each part represent a group of 8 bits of address. الان كل بارت بيمثل لي 1 بايت او عباره عن 8 بتس، وبالتالي لهيك رينجو من 0 ل 255. اذا زي ما حكينا عباره عن الاي بي فيرجن 4 يمثل بدوتد ديسيمال، هذا التمثيل احنا بنمثله اللي عبارة عن dotted decimal notation. Okay. Now the second type of IP addresses is IP version 6. لأن النوع الثاني من العناوين الإنترنت اللي هو IP هو IP version 6. Okay. In IP version 6, the address size was increased from 32 bit in IP version 4 to 128 bits. فعلياً بالاي بي version 6 حجم العنوان زاد من 32 بت بالاي بي فيرجن 4 ل 128 بت. اوكي، وبالتالي هذا راح يدعم لي عدد عناوين راح تصل ل 2 قوه 128. اوكي، وبالتالي راح يمثل لي ابروكسيمتلي 3.403 تايمز 10 تو ذا باور 38، وبالتالي هذا راح يمثل لي عدد عناوين بيمثل 3.4 بالعشرة ضرب 10 قوة 38 أدرس. أوكي، وبالتالي هذا يعني هذا الرقم بيمثل يا شباب راح يكون يعني هذا يبدو أنه رقم كافي للمستقبل. أوكي، الآن الـ IP version 6 إذا بناء عليه 128 بت راح يكون، إذا هذول بيمثل لي 128 بت. طبعا كيف بنمثله؟ بالهكسا ديسيمال. أوكي، بالهكسا ديسيمال هيك تمثيله. أوكي، هذا عبارة عن the first byte، البايت الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس إلى آخره، وكل بايتين بنحط بينات النقطتين فوق بعض. اوكي، الان هذا كله 128 بت. اوكي، ويمثل بالهكسا ديسيمال. الان اختصارا اذا كان جزء منه زي هيك مثلا بالهكسا ديسيمال صفر، ممكن هيك نختصرها بنقطتين بدبل كولم زي هاي، نقطتين فوق بعض.
اوكي اختصارا. اوكي وبالتالي يا شباب هذا بيمثل لي زي ما قلنا 128 بت، وبالتالي هو الاي بي فيرجن 6 الان هذا عباره عن هي عباره عن عنونه لاجهزه الحاسوب بنظام الفيرجن 6، وبالتالي بنظام 128، وبالتالي هذا راح يدعم عدد كبير من الاجهزه، عدد هائل من الاجهزه اللي ممكن نحتاجها بالمستقبل. اوكي. Now, all modern desktop and enterprise server operating systems include native support for the IP version 6 protocol, but it is not yet widely deployed in other devices such as residential network routers, voice over IP and some networking hardware. الآن معظم أجهزة الديسكتوب الحديثة والسيرفرات، أوكي، معظم أجهزة الديسكتوب الحديثة، أوكي، والسيرفرات والأوبريتنج سيستم اللي موجود عليها بدعم لي الإيش الإنترنت بروتوكول فيرجن 6، بدعم لي اللي هو عنونة الآي بي فيرجن 6، أوكي، لكن لحد الآن مش نازل على معظم، أوكي، لكن لم يعني يتم نشره لحد الآن على نطاق واسع على بعض الأجهزة، اوكي، مثل اجهزه الراوتر، اجهزه النتورك راوتر، اجهزه الراوتر اللي موجوده والمستخدمه، وبالاضافه على بعض الفويس اوفر اي بي بروتوكول، وكمان على بعض ايش الهاردوير المتخصص بالنتوركينج. اوكي شباب، وبهيك بكون يعني عرفنا هذول نوعين، انترنت بروتوكول فيرجن 4 وانترنت بروتوكول فيرجن 6، هي عباره عن عنونه، اوكي، للاجهزه على الموجوده على النتورك. Finally, this presentation is based on the following books. جميع الصور والمعلومات الواردة في هذا الشرح يعتمد على الكتابين التاليات: Upgrading and Repairing PCs, this is for Scott Muller, and A Plus Guide to Managing and Troubleshooting PCs, this is for Mike Myers.